دايركت فاريشن اند انفرس فاريشن. انا الفاريشن عندي نوعين منه، دايركت وانفرس. يعني ايه دايركت؟ دايركت فاريشن زي ما مكتوب عندي هنا كده في الديفينيشن، معناها ان الواي فاريز الاكس دايركتلي، يعني واي فاريز كده مع الاكس دايركتلي، يعني الواي ايكوال ام اكس. لما الواي ايكوال ام اكس فيبقى عندي واي 1 اوفر واي 2 ايكوال اكس 1 اوفر اكس 2. ازاي؟ هيجي يقول لي هنا في المساله if y direct proportional with x والy equal 14 وx equal 42. اول حاجه لازم اجيب الريليشن بين الx والy، وبعد كده هيطلب مني فاليو. اجيب ازاي الريليشن؟ المفروض ان انا بكتب ان y equal mx، هو قال لي ان الy ب 14 والx 42، هروح اعمل substitution الy 14 والx 42، هروح اجيب الm، الm هتطلع 1 over 3، يبقى الريليشن بتاعتي y equal 1 over 3x. ومن هنا اروح اجيب هو عايزه، هو عايز value of y when x equal 60. I will substitute the x ب 60 واجيب ال y، يبقى ال y equal 1 over 3 times 60 equal 20. تاني حاجة عندي ال inverse variation. ايه ال inverse variation؟ يعني ال y inversely with x. بكتبها ازاي؟ y وبعمل علامة ال proportion 1 over x، اللي هي بتتكتب ازاي ك equation، اللي هي ال y equal m over x زي هنا كده y equal m over x. طيب اللي هي معناها ايه؟ ان y1 over y2 equal x2 over x1 زي الاكزامبل ده. هي يقول لي ان y varies inversely with x، y equal 3 when x equal 2. اول حاجة لازم اجيب الريليشن، هجيب الريليشن ازاي؟ هقول له ان y equal mx وهستبستيتيوت ال y ب 3 وال x ب 2، فكده ال m هتطلع كام؟ 2 times 3 هتطلع 6، يبقى الريليشن بتاعتي y equal 6 over x. بعدين هو عايز ايه؟ find the value of y when x equal 1.5، يبقى هو عايز ال y لما ال x ب 1.5، وانا already جبت ال m ب 6، فيبقى عندي y equal 6 over 1.5 هتطلع equal 4.